يا الفنانة يا الفنانة يا الفنانة وعطيتو القيمة البلاد. يا الفنانة عطيتو لينا القيمة البلاد. يا الفنانة والله يكرم محمد السادس. يا الفنانة يا الفنانة نورت علينا البلاد. يا المخرج نورت علينا البلاد. يا الفنانة نورت علينا البلاد. يا الفنانة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ستكون كلماتي مقتضبة جدا. أود فقط أن أشكر كل الحضور الكريم، كل المهرجانيين، أشكر كذلك كل من ساعد من قريب أم بعيد في إنجاح هذه الدورة، في إنجاح هذه المحطة التي تحمل رقم 20. أشكر كل الذين كذلك تجشموا عناء السفر للحضور بين ظهرينينا، وأشكر المؤسسات العمومية والخاصة التي مدت لنا يد العون والمساعدة لإنجاح هذا الحفل الاختتامي. وأتمنى أن نلقاكم في دورة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. المهرجان الدولي للسينما والهجرة في محطته 20 كان دائما وفيا لعرض تيمة الهجرة من خلال الإنتاجات السينمائية المغربية، كما كان وفيا أيضا على غرار السنوات الماضية لتقديم مجموعة من الورشات والندوات الفكرية وبرامج الماستر كلاس، هذا بالإضافة إلى بانوراما السينما المغربية، وهي مناسبة ليلتقي جمهور مدينة أكادير وجمهور جهة سوس عامة بآخر الإنتاجات السينمائية. هذه الدورة كذلك شهدت مجموعة من التكريمات، مجموعة من اللقاءات، ومجموعة كذلك من نقل الإنتاجات السينمائية المغربية إلى فضاءات خارج فضاء العرض السينمائي إلى هوامش المدن وإلى العالم القروي. المهرجان في هذه الدورة هذه متميز بزاف، وأول بالنسبة لي أنا أغناني أكثر لأن شفت أفلام اللي يمكن ما كانت غتتاح لي الفرصة نشوفها، يعني واحد الجودة عالية ديال الأفلام، بروغراماسيون كبيرة بزاف، أفلام اللي شاركت في مهرجانات دولية، جاو حضروا مخرجين، حضروا ممثلين من عبر العالم، كذلك لجنة التحكيم. أنا كنت مع أساتذة كبار اللي كان عندي الشرف أنني نكون معاهم وسط منهم، نتعلم منهم، نتعلم نقش الأفلام ونختاروا جميع الأجود ما كاين بالنسبة للجوائز المخصصة لهذا المهرجان. يعني كان استفادة ومتعة، وكنتمنى أنني نعود نحضر له مرة أخرى. طبيعة الحال ممكن المهرجانات أنها تعاوننا نعالجوا بزاف ديال القضايا، لأن غير الإدراك بالشيء هو شي حاجة كبيرة، أننا كنعرفوا شنو واقع أيوغ. لأن مثلا ناخذوا غير الناس شنو عندهم الأفكار ديالهم على مثلا على أوروبا هو ليل دو غادو، أو لا كندا هو ليل دو غادو، ولكن ملي كنشوفوا قصص كنفهموا أكثر شنو ممكن يقدر يكون الواقع، ماشي اللي كيبينوا لنا في الأفلام هو الواقع الوحيد، ولكن واحد من شنو واقع للناس، لان هذه قصص معاشه، وكاينين افلام اللي قصص حقيقيه، يعني اكيد كتكون عندنا فكره وكتنمي عندنا واحد الحس بان المعرفه بالشيء شنو واقع، شنو كاين، شنو كيقدروا يعيشوا هذوك الناس، وكنقدروا ناخذوا مواقف. يعني انا بالنسبه لي واخا كنحسوا بالامبيسانس في شي حوايج، ولكن غير ان إدراك الأشياء شيء جميل جدا. Je représente le film Souleymane que j'ai co-réalisé avec mon frère Mehdi Amnan, et voilà, ça fait très plaisir d'être là, d'avoir remporté ce prix, gros festival avec une très belle sélection, très 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 prometteur réalisateur qu'on a rencontré, et voilà, ça fait vraiment très plaisir d'être là avec vous ce soir et d'avoir gagné ce prix.